إذا جاءت العين كيف نعرفها؟ هل كيف أعرف أني أنا معيون أو غير معيون؟ طبعا احنا ذكرنا أن أنواع المس العين، وأن المس له علامات كثيرة، ضيقة في الصدر وتنمل في الجسم وكره للعبادة، ثقل في العبادة، كره لقراءة القرآن وغير ذلك. لكن العين إذا جاءت أولا تأتي على الشيء المتميز عندك، يعني امرأة شعرها طويل لافت عند النساء تصاب في شعرها، لا تصاب في يدها ولا في رجلها. امرأة مثلا عندها مشكلة مثلا، أو شاب خطه جميل مثلا، يصاب في يده لا يصاب في رأسه ولا في رجله. رجل سيارته فارهة في منطقة نائية يصاب في سيارته، لأن العين تسري في الأموال وتسري في 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 في, في أيضا في, في في النفس، تصاب في سيارته. فأنت لا تظهر المتميز لك، لكن إذا أصبت كيف تعرف أنك مصاب في العين أو غير مصاب؟ إذا قرأت عليك آيات وحديث العين تشعر في خدار في جسمك وتعرق في جبهتك ودموع تنزل، دموع تنزل وكثرة تثاؤب. يعني إذا فتحت المصحف وقرأت مثلا 10 صفحات ستجد أنك تتثاءب يمكن 5-6 مرات، أو تجد أن جسمك بدأ يعرق، بدأت تجيك حرارة، هنا تسري فيك العين. أيضا أحيانا يصيبهم النحف، يضعف 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 جسمه، هذا النحف هذا هو أصلا من العين، إصابة في العين. للنبي صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب سنذكره، نذكر منه 3 فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس، لما يعني أذن لآل حزم وهم قبيلة من الأنصار في 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 المدينة المنورة، أذن لهم في الرقية على الحية، ثم قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أبناء أخي ضارعة تصيبهم الحاجة، الحاجة يعني النحف في الجسم. قالت: لا، ولكن تسري فيهم العين، ولكن تسري فيهم العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارقوهم. فتقول عرضت عليه فأمر برقيتهم. هذا الحديث يبين فوائد، من ضمنها أن النحف، النحف اللي ينزل جسم الإنسان هذا من العين، تسري فيهم الحاجة، فقالت إنهم من العين. أيضا يبين أن العين قد تصيب أسرة معينة، تصيب بيت كامل، مش شخص واحد، قد تصيب هذه الأسرة، تصيب مثلا آل فلان وآل فلان، قد تصيبهم العين جميعا، فتبدأ تظهر عليهم هذه العلامات. يجب أن يعرف الناس أن العين قد تصيب البدن كاملا، وقد تصيب عضوا في البدن، يعني الشعر مثلا أو اليد، وقد تكون متنقلة مرة في الجهة اليسرى ومرة في الجهة اليمنى ومرة أسفل الجسم، مرة في الرجل، مرة تتنقل، مرة في الظهر، مرة في البطن، قد تتنقل العين في هذا الجسد. نعم، ودائما أمراض التي تتنقل غالبا ما تكون من العين. هذه بعض علامات العين التي تظهر على الإنسان: تعرق في 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 الجبهة، دموع، تثاؤب من قراءة القرآن، أيضا في تنمل في الجسم، في ضيقة في الصدر، في حرارة تأتي للجسم، هذه كلها من علامات العين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك.